في أول ظهور للحكم أحمد العلي بعد الجدل الذي صاحب إلقاء العلي لهدف فهد الأنصاري في لقاء الذي جمع القادسية والساحل الأسبوع الماضي. السالمية حل ضيفاً على النصر في آخر لقاءات الجولة الرابعة من دوري فيفا الممتاز. السماوي كان الأفضل والأكثر وصولاً منذ البداية. رأسية فابيانو ردها القائم الأيسر بهجمة مرتدة سريعة قادها السعودي تيسير الجاسم. النصر كاد أن يعاقب السماوي على إضاعته الفرص، لكن طلال العجمي بقرابة أضاع الفرصة. سوم النصر سقط في المنطقة المحرمة، لكن العلي حكم اللقاء أنذره للتحايل. مطالبة السالمية بلمسة يد لم تحتسب رغم الرجوع إلى تقنية الفار. طلال العجمي الغير موفق أيضا أضاع فرصة محققة للتسجيل. الرجوع للفار هذه المرة منح السالمية ركلة جزاء انبرى لها وسجلها فابيانو بنجاح. وأخيرا طلال العجمي فك النحس الذي لازمه في هذا اللقاء وسجل للنصر هدف التعادل. في الوقت المحتسب بدل الضائع فابيانو أضاف الهدف الثاني لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم السالمية بهدفين مقابل هدف. طلال العجمي استمر بإزعاجه لدفاعات السالمية في شوط المباراة الثاني، وبرأسية مساعد ندى عزز من تقدم السالمية بالهدف الثالث. خطورة السالمية مستمرة بالكرات الرأسية. معاذ الظفيري حاول للنصر بكرة مرت قريبة من مرمى أحمد عادي. البرازيلي فابيانو تأخر كثيرا وأهدر فرصة كانت محققة للتسجيل. القائم منع فابيانو من تسجيل الهاتريك الشخصي والهدف الرابع لفريقه. وفي آخر فرص اللقاء البحريني سيد ضياء سدد كرة قوية فوق المرمى، ورأسية الأردني عدي الصيفي ذهبت أيضا فوق المرمى لينتهي اللقاء بانتصار سلماوي بثلاثية مقابل هدف وحيد للنصر. ضيعنا هجمات، ضيعنا، وهذه كل المباريات اللي طافت هم قاعد نأدي، بس لكن قدام الجول قاعد نضيع فرص سهلة، قاعد نضيعها بالنهاية. ضيع راح يدخل عليك جول، وهذا اللي حصل كل المباريات اللي طافت مو بس المباراة هذه. إن شاء الله بالقادم أجمل إن شاء الله. اليوم شفنا احتجاجات رغم رجوع الحكم لتقنية الفار بسبب القوانين، يعني إيده ثابتة إيده فوق لأن الكرة مشت على جسمه، فما ندري شنو القانون بالضبط اللي حددها بلنتي ولا ما بلنتي. المباراة اليوم يعني شفتوا غير النتيجة في أداء من اللاعبين، طبقنا اللي يبيه المدرب الحمد لله، خذينا 3 نقاط مثل ما قال لك يعني أبو طلال، نحتاج وقت وخذينا الوقت الكافي والحمد لله. الكل شاهد المباراة اليوم أداء قبل النتيجة يعني. راح يستمر السالمية بالنتائج الإيجابية بإذن الله، طول ما اللاعبين حرصهم على التمرين وحرصهم على المباريات هذا الأداء ما راح يختلف إن شاء الله. السالمية مرشح بإذن الله. السالمية بهذا الفوز صعد للمركز الثالث بـ7 نقاط متقدما عن الشباب والساحل بفارق الأهداف.